الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا، رؤية فنجان الشاي في المنام، والله أعلى وأعلم علامة على التطورات الإيجابية التي تحدث لصاحب الرؤية في الحياة. والله أعلم، إذا رأى الشخص فنجان الشاي في المنام علامة على المال الوفير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا. رؤية عمل الشاي في فنجان نظيف في المنام علامة على المال الوفير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا. رؤية تناول الشاي في فنجان وكان لونه أزرق علامة على الشفاء والتخلص من كل الأمراض التي يصاب بها صاحب الرؤيا. والله أعلى وأعلم. رؤية تناول الشاي الأسود الناشف في المنام علامة على الخير والرزق الواسع القادم لصاحب الرؤية. إذا رأى الشخص أنه يشرب الشاي الأسود علامة على الفرج من الكرب الذي كان في حياته. والله أعلى وأعلم. رؤية الشاي الأسود الناشف في المنام علامة على مكاسب من الأموال بشكل كبير الأيام القاربة. رؤية جني محصول الشاي في المنام علامة على الأعمال الجيدة التي يقوم بها صاحب الرؤيا في الحياة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية شرب الشاي بشكل عام علامة على الفرح والسعادة لصاحب الرؤيا. رؤية تناول الشاي في الصباح مع البسكويت علامة أن صاحب الرؤيا سوف يحصل على أخبار سعيدة الأيام القادمة. إذا رأى الشخص أنه يتناول الشاي وكان حزينا إشارة على كثرة الحزن في الحياة. والله أعلى وأعلم. رؤية شرب الشاي مع شخص أعرفه في المنام علامة أن هذا الشخص سيكون صديق جيد لصاحب الرؤيا وسند له في الحياة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.